كاري اليوم قيام بعملية شرطة طبعا بشراكة. مصالح العملياتية للأمن والاستقلال مجندة ليلا نهارا لأجل حماية الأشخاص والممتلكات بالتنسيق يعني مع المجموعة الإقليمية للدرك الوطني، حيث تم يعني وضع خطة أمنية تشمل يعني جوج محاور، المحور الأول هو السلامة المرورية مع تنظيم وتسيير حركة المرور سواء على مستوى المحاور أو على نقاط الثقافة. طائرة تأمين عطلة نهاية السنة سطرت وحدة المجموعة الإقليمية للدرك الوطني متهمة مشترك مع وحدات الأمن الوطني، وذلك من أجل تأمين المواطنين تتمثل في مداهمة بعض الأماكن المشبوهة، تعريف الأشخاص وتفتيش المركبات مع تفتيش بعض المنازل والأماكن المشبوهة. هذه العملية تستمر إلى غاية الفاتح من شهر فبراير 2024. زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.